سي حمد أمين مع السلامة. أهلا وسهلا. من الأسباب نتاع بقاء اليسار الثوري في السرية هو أنها تأمن أن اليوم باش تعمل ثورة باش تصير ثورة في البلاد. اليوم 17 ديسمبر شنو يعني لك التاريخ هذايا؟ وكنتش تتصور أيام السنين الجمر وأيام السجن أن باش تعيش ثورة في دو فوتخ فيفون يعني وأنت عايش؟ السرية في تونس كانت مفروضة، هي ما كانش مفروضة على اليسار فقط، كانت مفروضة مرات حتى على جمعيات. ثم جمعيات كانت تعيش في شبه سرية ولا في نصف سرية، بالنظر إلى كونه ما كانش الحريات منها متوفرة. وحتى في عهد بن علي وقت توجدت تعددية، كانت تعددية منها شكلية، الشيء اللي يخلي الأحزاب السياسية واللي عندها برامج تعارض نظام الحكم بصورة جذرية مضطرة باش تحافظ على وجودها أنها تنشط منها في السرية. طبيعي جدا وقت دخلنا في النضال منها السياسي كنا نمنوا أن مش يجي نهار من نهارات اللي مش نغيروا فيها الأوضاع على البلاد، لأنه دائما وأبدا الظلم التعسف الاستغلال يولد مقاومة، والمقاومة هذيك تتطور ولابد وأن توصل نهار من نهارات تفرض منها وجودها وتؤدي إلى تغيير منها في النظام. هذا قانون بالنسبة لنا من قوانين منها بتاع التاريخ، وعاشته البلدان كله وعاشته منها الشعوب في مختلف منها المراحل بتاع تاريخها. الاستعمار في تونس دام ولكن ولد مقاومة وخرج المستعمر الفرنساوي. احنا كنا نمنو وأن النظام اللي عمله حزب الدستور باش يجي نهار وباش ينتهي، علاش؟ لانه قائم على القمع، قائم على الظلم، قائم على الاستغلال الفاحش، قائم معناها على التبعيه، ماهوش مراعي الكرامه فهمتي منها نتاع التوانسه، مش مراعي استقلال منها البلاد. وبالنسبه للنظام على بن علي، الحقيقه احنا من عام 2008 ملي صارت الانتفاضه نتاع اهالي الحوض المنجمي اللي دامت 6 أشهر، من الانتفاضه هذيك فهمنا اللي تونس ماشية نحو تغييرات. فهمنا اللي الانتفاضة على الحوض المنجمي تمثل منها منعرج في الأوضاع منها في تونس. ومن وقتها بدينا نستعد إلى معنا مرحلة جديدة. جات من بعد الأحداث نتاع الصخيرة، جات الأحداث نتاع جبنيانة الشابة، ثم جات الأحداث نتاع بن قردان في 2010. وقت اللي صارت الأحداث نتاع بن قردان، احنا في حزب العمال قبلها بشوية عملنا اجتماع تاع اللجنة المركزية للحزب وبشكل سري. النقاش اللي دار في اللجنة المركزية هو أن البلاد مخدمة على تحركات كبيرة وتحركات عندها طابع منها اجتماعي، وقلنا يلزمنا نحضروا رواحنا. وقت اللي صارت التحرك نتاع بن قردان وشفنا وأن النظام عجز وأنه يقمع الأهالي، أقمعهم ولكنك وقف ناس، اضطر بعد أيامات مش سايب الناس كل. وقت صارت بن قردان عملنا اجتماع آخر تاع اللجنة المركزية تاع الحزب في شهر أكتوبر 2010، وفي الاجتماع ذاك صورنا فيه وأنه قلنا ما عادش مش الطول معنى الحياة نتاع النظام نتاع بن علي، وقلنا وأن البلاد مش يصير فيها انتفاضة اجتماعية كبير ياسر، وقلنا وأن الانتفاضة هذه تختلف على السابقين، أن المرة دي مش يكون عندها طابع سياسي، مش يكون عندها طابع اجتماعي فقط. ولا المواقف هذه نشرناها نحن ومواقف منها موثقة. ونذكر أني أنا وقتها خرجت من السرية، قررنا مش أنا كنت عايش في السرية، خرجت من السرية في 24 منها نوفمبر 2010 على أساس وأن في التحليل اللي عملناه صعيب ياسر أني باش نتوقف بنظر المشاكل اللي عايشها النظام. ورفاقي قالوا لي أخرج لأن وارد جدا تصير تطورات في الوضع في البلاد. أنا خرجت في 24 نوفمبر، الأحداث بقات نهار بدأت نهار 17 ديسمبر. ذكر وقت اللي انطلقت الأحداث في سيدي بوزيد، رفاقنا اللي كانوا على عين المكان سواء كان في سيدي بوزيد أو سواء كان في قفصة كانوا من اللحظات الأولى من الأيامات الأولى، وخاصة وقت اللي بدأت تنتشر في سيدي بوزيد، وقت اللي مشات المنزل بوزيان ومشات المكناسي ومشات الرقاب، رفاقنا غاديك قالوا المرة هذه راهي ما هيش مش تبقى في حدود سيدي بوزيد.
قالوا راهي ما هيش مش تبقى كما الحوض المنجمي، راهي مش تتوسع. واتوقعوا وقتها ذكر عمار عمروسية خرج نص اتوقع وان الاحداث هذيك مش تتعدى القصرين ومش تتعدى الصفاقس. نذكر قال راهي اذا كان وصلت صفاقس يلزمنا ننتظر وانها مش تتوسع الى مناطق اخرى. هذا كيفاش عشنا كالاحداث الاولى وبقينا نواكبوا فيها الاحداث الاولى هذيك، وبدينا نحن بيدنا كحزب نطلعوا نساعدوا في اللهجه بالمرحله بالمرحله. وقت اللي شفنا الامور قاعده تطور وقتها طرحنا القضيه نتاع النظام السياسي، قلنا الشعب التونسي مش ما عادش متحمل فقط الفقر والبؤس، انما زاد ما عادش متحمل النظام معناها نتاع بن علي، ولا يطرح في التغيير نتاع نظام بن علي، خصوصا انه في القصرين ذكر وقتها طرح شعار الشعب يريد اسقاط النظام. الحقيقه من اللحظه هذيك ولينا في حزب العمال نخدموا على حاجه اخرى، نخدموا كيفاش الانتفاضه هذيك توصل لتونس. وفي التحليل اللي عملناه قلنا اذا كان وصلت لحي التضامن والانطلاقه وكل الاحياء الشعبيه، وقتها قلنا وقتها نجم نتوقعوا ان نظام بن علي باش ينتهي. ونذكر جات وقتها العطله المدرسيه وناقشنا وقلنا خلينا نجسوا النبض، شوفوا الناس في حي التضامن في الاحياء الشعبيه شو الاستعدادات نتاعها، علما وان السلطه وقتها كانت متفطنه، اعطوا اعانات للناس باش يسكتوهم باش يريضوا منها الجو. نهار 10 ديسمبر ذاك نهار اثنين في الليل بدات الاحداث في حي التضامن. قبلها بنهار نهار 9 10 جانفي قبلها بشويه نهار 9 جانفي وقتها صار اطلاق النار على الناس اللي كانوا هزوا الجنازات نتاع الشهداء اللي في القصرين. فاحنا نذكر مجتمعين في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي مجتمعين غاديكا وطرحت المساله هذه، وللتاريخ الموقف اللي عبرنا عليه ما لقاش صدى وقتها. احنا وقتها قلنا راهي قضيه الحكم مطروحه توا توا راهي طرحت، وراهو الاحداث اللي في القصرين راهي مش تنتشر وراهي ما الامور ما عادش مش ترجع منها التالي. ما سمعوناش شركائنا السياسيين الاخرين وقتها ما سمعوناش، وخرجنا بيان نكتفينا فيه بالتنديد بك الشيء اللي صار في القصرين. نهار 10 جانفي وقت انتقلت الاحداث في حي التضامن مباشره، وقتها هبطنا الموقف اللي متفقين عليه في القياده نتاع الحزب، هبط في فيديو نهار 11 وفي الفيديو هذيك رفعنا شعار رحيل بن علي وانتخاب تأسيسي وتعيين حكومه مؤقته. هذا وقتها كيفاش شفنا التطور منها نتاع الامور. اليوم صبر الاراء يوري الجبهه الشعبيه شعبيتها في ارتفاع، هل ترى ان الوفد انك انت ما تقدمش ترشح المجلس التاسيسي وتفرغك للنشاط الحزبي هو سر من اسرار النجاح هذا اليوم اللي يحط الجبهه الشعبيه في المرتبه الثالثه يعني كقوى معارضه؟ صحيح للشيء نحن ملاحظين، ولا الجبهه الشعبيه رغم اللي هي وقع الاعلان عليها في 7 اكتوبر معناها ما عندهاش برشا، قاعده تتطور الشعبيه نتاعها، وبرشا توانسه نساء ورجال كانوا ضايعين شويه ما همش عارفين روحهم وين يمشوا بداوا يمنوا، وان الجبهه الشعبيه تمثل بديل جدي وبديل حقيقي اللي من شأنه وانه يحقق لهم الطموحات نتاعهم والاهداف معناها نتاعهم. التطور معناها نتاع الجبهه مربوط بالمجهود نتاع الاطراف الكل، لانه الاطراف الكل سواء كان اليساريه ولا القوميه والا القوى الاخرى التقدميه والا الناس اللي ماهمش منظمين اللي نسموهم المستقلين كلهم وعاوا بعد الانتخابات، وانه راهو كل واحد وحده ما نجم يعمل حد شيء او ما نجمش يعمل حاجه كبيره. وعينا كذلك وانه المهمات اللي مطروحه انجاز نتاعها تحقيق اهداف الثوره ما تهمش حزب وحده، كيف زاد ما تهمش فئه اجتماعيه وحدها ولا طبقه اجتماعيه وحدها. غالبيه الشعب التونسي معني بالمهمات هذه، ان نحققوا الاهداف نتاع الثوره في بعدها الوطني، استقلال بلادنا اقتصاديا وسياسيا، ان نحققوا الاهداف نتاع الثوره من الناحيه السياسيه
الديمقراطية، بناء الجمهورية الديمقراطية، أن نحقق الأهداف الاجتماعية منها نتاع الثورة، العدالة الاجتماعية اللي طرحتها منها الثورة، هذا تم غالبية الشعب التونسي وتم كذلك كل القوى السياسية اللي تطرح المهمات هذه. لأن الجبهة تنجم نقول هي راهي مجهود معناها جماعي. أنا ما تقدمتش للانتخابات نتاع المجلس التأسيسي بطلب وقتها من رفاقي منها في الحزب اللي قالوا لي من الأفضل وأنك تبقى على ذمة الحزب في خدمة القائمات الكل، خير من اللي تمشي تشد جهة وتبقى منها مركز غاديك. هذايا في رأي أعطى ثمرته من حيث شنو، أنه بقيت على ذمة الحزب وتوا أنا على ذمة منها الجبهة. والحاجة الأخرى اللي كانت إيجابية أنه حتى النتائج نتاع الانتخابات ثلاثة مقاعد بركة ما أثرتش سلبيا برشا على المعنويات نتاع المناضلين، بل بالعكس زادت دفعتهم باش يخدموا أكثر. لأنه كنا عارفين حكم قراءتنا حتى للتاريخ اللي الانتخابات ديما مربوطة بظرفية معينة، مربوطة بحالات سياسية معينة، ثم عوامل اللي أنت ربما ما تصورهاش تلعب دورها، هي تلعب دورها. مثلا نحن في تونس الحملة اللي صارت على حزب العمال حملة كبيرة ياسر، حملة سياسية، ثم قال الإمكانيات المادية، ثم الأعلام، ثم التوظيف المساجد، كل هذا لعب دور سلبي في وقت من الأوقات. ولكن مع الوقت نحن كنا نمنو بالوقت، مع الوقت الأمور معناها تحسنت، واعتقد وأنه الجبهة قادرة باش تزيد تتطور أكثر وباش تحتل موقع أساسي في الحياة السياسية التونسية. قبل ما ينضم حزب العمال للجبهة الشعبية وقع التخلي على كلمة الشيوعي. محمد الهميمي شنو يعتبر روحه اليوم؟ مازال شيوعي؟ هل الحزب اليوم أنا نقوله اشتراكي أكثر منه اشتراكي؟ ما أنت أسمعني، احنا رأنا ديما تعرف الاسم ما هيش حاجة مقدسة ما يزماش تبدل. مرات انت تلقاك حتى كلمة تكون باهية كما كلمة الشيوعية. الشيوعية شنو هي؟ الشيوعية مش المصحيح اللي هي تعني الإلحاد، الشيوعية مذهب اقتصادي اجتماعي. الشيوعية الهدف معناها منها اللي كونوا هالخيرات في الأرض، هالخيرات منها في الكون تستغلوا البشرية بصورة جماعية وتعيش منه وتقرأ منه وتعالج منه. بعبارة أخرى أنه ينتهي فوق الكرة منها الأرضية، أنه استغلال الإنسان للإنسان، أنه بشر يستعبد فهمتي منها بشر آخر. ما يعنيش هذا الناس كل مش تكون معناها سواسية، وإنما ديما مش يبقى أنت والعمل نتاعك وأنت والخدمة فهمتي منها نتاعك. أما الحاجة المهمة أنه ما يبقاش استعباد البشر للبشر. لكن الفكرة هذه الكلمة نتاع الشيوعي اللي هو هذا هو المعنى منها نتاعها من وقت فرنسا، راهو بعد مع بورقيبة مع بن علي، بعد كذلك خصوصا سقوط الاتحاد السوفيتي، الكلمة هذه ولات عند الناس، عند جزء من الناس تعني مباشرة كفر وإلحاد والسلبية. وبعد عند ناس أخرين زادة تعني ما يفشلت في الاتحاد السوفيتي، ما يفشلت في البقعة الفلانية. إذا الكلمة كانت تسمي هذه ما حدش التعاون، تعاونك أنت باش تنجم معناها تخدم. ولا حتى المناضلين والمناضلات يقول لك راني نمشي باش في عود مش نعرف بالبرنامج، ترسيلي نقول لهم لا راه مش هذاك المقصود بالكلمة. لا أحد. ثم نحن ناقشناها من 2004 اللي مطروحة مش جديدة، اللي كونه أنت كحزب سياسي خي مش توحد الشعب على برنامج سياسي، ولا مش توحده على ايديولوجيا، مش توحدوا على برنامج سياسي. المهم هو البرنامج السياسي. لذلك باش نحن نسهلوا علاقتنا بالناس وباش نسهلوا حتى تقدم الوعي معناها نتاع الناس، اخدم على البرنامج، اخدم على البرنامج هذاك. بحيث بالنسبه للحزب العمال راهو من ناحيه الاهداف الاساسيه العداله الاجتماعيه، مشكله المساواه، المشكله نجم تقول التقدم بالبشريه نحو حضاره جديده ما يكونش فيها منها استغلال وما يكونش فيها من استعباد. الأهداف هذه ما تخليناش عليها وماناش مش تخلوا عليها، ولكن بدلنا الاسم باش ما نبقاوش محصورين فكل منطقة فهمتي من هذيك نتاع الأحكام المسبقة اللي موجودة عند الناس، وخاصة في الأوساط اللي مفروض تكون معنا. المشكلة أنه الأوساط المفروض تكون معنا هي نفسها اللي واقعة
تحت التأثيرات نتاع الأفكار المسبقة هذه. ولكن سور لو فون لا ديموكراسي اوكسيدونتال العرب الديمقراطيات العريقة تبنيت اقتصاد السوق ما يسمى بالإيكونومي دو مارشي. شنو أمورفك شخصيا من الإيكونومي دو مارشي اليوم؟ اسمعني، راهو الاقتصاد السوق توجد حتى من قبل الرأسمالية، مع الرأسمالية ولا هو الساس، وهلا الاقتصاد السوق خذا أشكال مختلفة. راهو في الألوان مرات اللي مرات تلقاها الدولة تتدخل، مرات يتخلص التدخل نتاع الدولة. بعد من أواخر السبعينات دخلنا في المرحلة ما يسمى هذه النيوليبرالية، ولكن المرحلة نتاع الليبرالية هيك تشوفوا انهزت أزمة في أزمات، أزمة في جرة الأزمة. الأزمة الأخرانية نتاع 2008 بعد صار شوية معناها النظام الرأسمالي استرجع شوية أنفاسه، وهن رجعنا من جديد فهمتنا في أزمة. هو رأوا النيوليبرالية هذه في حد ذاتها محل مراجعة، حتى في البلدان الرأسمالية رأوا، حتى في أمريكا، حتى في البلدان الأوروبية، حتى المعالجة نتاعهم أزمة 2008 كيفاش تدخل الدولة رجعوا، حيث قاعدين رأوا لاحظوا نوع من الرجوع الكينز أنا الدور منها نتاع الدولة منها من ناحية في التعديل نتاع الحياة منها الاقتصادية، بالضبط في التعديل نتاع الحياة منها الاقتصادية. بالنسبة لنا نحن المهم ما هوش معناها غادي تقبل اقتصاد السوق ولا ما تقبلش. حتى في نظام اشتراكي اقتصاد السوق راه قانون القيمة مش يبقى يلعب في مكان دوره، ولكن الأساس بالنسبة لنا في الرأسمالية وفي النيوليبرالية هي انه النتائج نتاع هذا شنو اش كانت؟ كانت انه الاستقطاب ما بين الفقر والغنى تطور بشكل رهيب ورهيب جدا، سواء كان في مستوى البلد الواحد، سواء كان في على مستوى منها عالمي. تشوف الأمية بالملايين، الناس اللي ما عندهاش حتى الإمكانيات، أبسط الإمكانيات معناها للصحة، البطالة، كل معناها الأمراض الاجتماعية اللي تفاقمت بشكل كبير ياسر مع هالموجة نتاع النيوليبرالية. لأن الموجة نتاع النيوليبرالية وين ضربت؟ ضربت القطاعات نتاع الدولة، وخاصة ضربت القطاعات الاجتماعية، ضربت الصحة، ضربت التعليم. ساعات باش تحولها من القطاعات هذيك إلى قطاعات للاستثمار منها للربح ولا أكثر ولا أقل. بالتالي بالنسبة لنا نحن في علاقة بالناحية الاقتصادية، نحن نراه بالنسبة لبلادنا بعد هالثورة هذية لابد أن يبقى للدولة دورها في القطاعات الاستراتيجية. تم قطاعات ما يلزمكش تخصصها، ما تخصصش الماء وما تخصصش الضوء وما تخصصش الفوسفات، الثروات الكبرى نتاع البلاد هذيك يلزمها تبقى لصالح منها الشعب، وهي قادره القطاعات هذيك راهي باش تكون قطاعات منها رابحه اذا كانت توجد لها اداره ديمقراطيه، مش اداره بيروقراطيه بما فيها من فساد كما صار منها وقت منها بن علي ولا حتى من قبل وقت بن علي. مع انك القطاع الخاص طبيعي جدا مش يبقى القطاع الخاص، يجب توجد شراكة بين الدولة وما بين القطاع الخاص، ولكن القطاع الخاص ضروري أنه يندمج في إطار مشروع وطني يتوجه للإنتاج مش للمضاربات، لتوفير الشغل، يحترم الحقوق منها نتاع العمال، وبالطريقة هذه الرأس مال الوطني هو نفسه يساهم في المشروع الوطني اللي نحب نبنوه نحن بعد الثورة. كلمة أخيرة بالنسبة احنا اليوم في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة التونسية، محمد الهمامي متفائل المستقبل تونس القريب والبعيد؟ أنا نعتبر وأن المسار الثوري مازال متواصل، هن قاعدين نشوف فيها الصراع ما بينك الأهداف نتاع الثورة مع القوى اللي تحب تحقق الثورة، وما بين القوى اللي قاعدة تشد التالي بقديمها وجديدها، راهو مازال معناها متواصل، مازال متواصل. احنا فكينا حريتنا صحيح، ولكن النظام الديمقراطي وينه؟ الدستور مازال، المؤسسات الجديدة منها مازالت، الإصلاحات نتاعك الأجهزة اللي كانت مرتكزة عليها الدكتاتورية، القضاء، الأعلام، الإدارة، المنظومة الأمنية، كل مازالوا ما تصلحوش. ومن ناحية الحياة الاقتصادية والاجتماعية الأساس ما تغير حتى شيء، مازالت الحكومة هذه تواصل في نفس الاختيارات اللي خلاها منها بن علي. بالتالي الثورة تنجم تقول مازال ما حققتش الأهداف نتاعها، مازال هالصراع هذايا متواصل. ومن ناحية هذه أنا الحقيقة متفائل، أنا متفائل أولا الصعب بحكم التاريخ، راهي الثورة عمرها ما تجي بين عشية معناها وضحاها وتتعمل في نهارين. الثورة راهي عملية دوم وتنجم دوم معناها لسنوات، ولا سيرورة بروسيسوس. واللي يطمني أنا هو اليقظة نتاع الشعب التونسي،
واليقظة نتاع القوى المدنية والديمقراطية معناها في تونس. هيك تشوف القضاة، الإعلاميين، الخدامة، البطالة، المثقفين والمبدعين وغيرهم، النساء، الشباب، تشوفهم معناها يقظين وديما مستعدين باش يدافعوا على مكاسبهم، ومستعدين كذلك باش يتقدموا فهمتي من القدام. المهم ان المسار ذا نتحكموا فيه باش ما يخرجش. وهيك تشوف الفلتات قاعده برشا، ولكن تصير فلتات وبعد يقع رجوع للقضايا الاساسيه. لان يعني مشكله التوانسه ما هيش تشكيك في هويتهم عربي ولا مسلم. 17 ديسمبر طرحت تحديات واضحه، طرحت تحديات اللي هي الشغل، الخبزه، طرحت الحريه، طرحت المساواة، طرحت العدالة الاجتماعية. هذا اللي طرحتهم معناها الثورة هذه. وكل مرة ثم محاولات باش يخرجونا من هالمسار هذايا، لكن الشعب يرجع ويطرح القضايا من جديد كما صار أخيرا، كما صار معناها في سليان. شكرا لكم.